مرحبا، اسمي سارة من بتلكم. اليوم سأعرض لكم كيفية تعطيل البيانات في حالة تجوال الدولي على جهاز سامسونغ S3. اذهب إلى إعدادات وأضغط شبكة لاسلكية. في أسفل القائمة اضغط شبكات الهاتف النقال. أزل تفعيل خيار البيانات حالة تجوال. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقعنا betelco.com.bh أو help.com.bh أو الاتصال على 196. شكرا للمشاهدة.